قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. في بداية القرن التاسع عشر وحتى أواسط القرن العشرين، كان حرفي مدينة فاس يمارسون رياضة تقليدية في فن المصارعة عرفت بالمشوشة. هؤلاء المصارعون الحرفيون كانوا يتجمعون بعد صلاة الجمعة وخلال موسم المولى إدريس الثاني مؤسس مدينة فاس وحفيد عبد الله بن سيدنا الحسن ابن سيدتنا فاطمة بنت المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وكانت أطوار الشوشة تدور داخل صحن الضرير، كيفاش حادك؟ ها وقريت كنفرط فيها شحال مره كنقول لك يا الشيطان بلي في الصباح تجي للحانوت تعلم صنعه وفي العشيه تمشي تقرا في الجامع وانت راسك قاصح.
يلا زالي يا لوحتك وسير لقرايتك، انت باقي حاصل ليا في قولو حيا. يلا ساعة مباركة هذه. استرياض السنة مرابية. اخوانا بلو الرياض بلا قياس الحج. خلاه مفتون بالعقل. هذا الرياض فيه خلاقيت. وخلقه قبل مني جوج ديال جدودي. دابا هذا الرياض بالنسبة لعائلة المفضل ماشي غير محل ديال السكنة وصافي. هذه أمانة كتعطى الحفايد من يد ليد. وملي جات في النوبة وتسلم الأمانة كيعتني بها ترميم بالإصلاح إلى آخره. أهنية حليل السعدية الباب. كان عارف نتي السعدية غير من الدقان ديالها، عمرها ما بدلته من هالي تعلمت قبض خرصة. طريق ايوا ما تخليش شي اخوان بيناتنا جالس ما فاهم والو، مره مره فسر له. ايوا انت راك زعما الترجمان ديالو. مرحبا مرحبا. الحق هاد الكلمه هادي ما كتجي حلوه ومنغمه غير بالعربيه. حاج سيدي سي بيان بينيدو. غير السعديه بوحدها اللي عندك الحاج؟ غير بوحدها الواحد والله وليدي. ما كاينش حاجه ما عز منها عندي. امها الله يرحمها خلتها لي صغيره وهي الله يرضي عليها، عمرها ما دوجت جمعه بلا ما تمشي ترحم عليها. دوق القديد، دوق البنا ديال الخليع. الحاج تصورتي مع راسك ولا مازال؟ ها هو جبتو لك اخوان تاجر كبير في غرناطه، تيعرف بحق الجوره، ما تيحلل ويبيع ويشري غير مع جيرانه في المغرب. نهار الاول تلاقيتو في طنجه سولني على التاجر ديال الخليع، يكون معقول ولد حرفه. جيت انا وعاودت له عليك. قلتي لي خصو 100 خابيه كبيره ديال الخليع ياك؟ ايوا وليدي هاد الكميه راه ما كتجمع غير بالفم. كتعرف شحال كيخصها ديال اللحم؟ بالقلة القليلة كيخص ما بين 25 حتى 30 طور باش يطلع خليع ديال النفس ثقيل بالقديد. خلينا من الخليع ديال الملحة وكريس. فين هو المشكل الحاج؟ المشكل في الكسيبة اللي قليلة في السوق، واللي عزلتيها لما كتذبحها كتلقى جلدها على عظمها وما كاين اللحم ما يتخلع. ايه البلاد دازت عليها سنين كحله ديال الجوع والجفاف والطاعون الله يحفظ الدرب بهايم وبنادم ومازال لحد الان. اسمعني نقول لك الحاج، خوان جاب لك هاد الهمزه حتى لبين يديك، الا ما تيتيهاش انت غادي يفوز بها غيرك. توكل على الله وزعم. والسيد راه من دابا عربون موجود وزيدون هو راه ما مزروش. شوف غير انت الحاج شحال يكفيك ديال الوقت. هاد الكمية ديال الخليع اللي قلتي لي دويسها فراسي، لقيت تقريبا كيخصها عام باش توجد. حنا دابا في الموسم ديال مولاي ادريس، ما عندنا الموسم الجاي الا بقينا الله في الحياة، ولكن بواحد الشرط. اما هو جيبوه الساعة ديالو بشهر قبل الموسم، حيت المدينة ديال فاس كتكون عامرة بالزوار والمشاوشية والبراني وقت موسم مولاي ادريس، وانا خصني نكون فضيت معاكم باش نسالي راسي ونوض ندور الحركه في البيع والشراء. لامركانسيا استار ليستا الى نيو بروكسيمو اون ميسانتيس دي لا فيستا دي مولاي ادريس. مزيان، ما كاين مشكل.
يا انت كتكلم بالعربيه شويه 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 شويه. ما عندي ما نسالك ايوا سيدي، غادي نوجد لك خليع من اعلى طراز. ايوا قيله دابا وليت انا غير زيت بيناتكم، ما بقى عندكم بيا ما يدار. لا 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 حاشا معاذ الله، الله يجيبنا في الصواب. مشكل. مالك با كتخمم والنعاس ما بغاش يديك؟ هاد المره دخلت في بيعه وشريه كبيره وخساره المال ورأس المال ديال الصح، والفلوس اللي عندي تحت يدي هاد الساعه ما كافياش حتى لربع السلع اللي خاصها. الله يهديك ابا، حتى انت هزها منين تقالت؟ شحال من مره وقفتي على الجواد وفكوها علي، كيف ما انت ديما كتفكى عليهم. اي ولكن دابا ماشي بحال زمان. راني غرقت في الديونات والسلام. شوف ابا، ماشي بوحدك اللي غارق في الديونات، باع البيع والشراي بهاد الجفاف والطاع ونجاهم الكساد. سيدي ربي كبير. شوف ابا، ياك الرزق جا عندك حتى لباب الدار وبغيتي تسد عليه، صلاة على النبي، ياك البيع والشراي فيها الخير والخمير وصافي توكل على الله، راه ما كيديها غير زعيم ولا كريم ولا مرضي الوالدين. ياك. ايوا سيدي هادو راه حتى من 7 جاو للعجات. يا فين هما فلوس البقرة؟ هادوك فلوس النعجات والبقرة. عليا باليمين، لا تبعتك البقرة بهذاك الثمن. وضربي ديك الشكور تكونش بديها الفلوس. طبوخ طبوخ. اش كاين؟ مالك جاي كتجري وكتلهت بحال الكلب؟ الكسابة كلهم نازلين عليك دقة واحدة طبوخ. قال لك اسيدي بغاو الزادة على السمية الجديدة ديالك. ولا انا عاد بنت تما. راه من نهار ولدتني امي وانا سميتي طبوخ. عيلا طبوخ الله يهديك، كاعاد سميتك طبوخ هكا حافية، دابا سميتك طبوخ الشديد. وبيني وبينك طبوخ، يعني على قد فمهم ودير لهم شي زادة فاعلة تاكا، ياك الماعز والبعيم قدامك يمتكي. ايه؟ زردوهم؟ وعلاش لا؟ مرة أخرى إن شاء الله نحقها بواحد الشرط نكون معروضين. في الواقع جيت نشوفك على حاجة. إوا سيدي ملي جيت تشوفني هذيك هي الساعة المباركة. مرحبا تفضل عوينا تكلف الناس. يلا كول أسيدي كول كول أسيدي. مرحبا يلا كول أسيدي كول وتمتع. في الله. اسمع سيد الحاج، ما ترفد الهم، ولا وقفتي لي حتى في 50 طور نوجدها لك. الله يجازيك بخير. ايوا دابا هاد الساعه هذه ما كرهتكش تعطيني غير نص السلعه، والباقي من دابا 5 شهور او 6 شهور نجي من موراه. وعليه وعليه تفضل. وعليه. انما قول لي الحاج، هاد العزري ما قتالك شي في قلبك؟ ايوا خليني نتصور مع مالة الشوار ونرد عليك الخبر. تا لوقاش واش هادي تلات المرات تنمشي عندك للدار طالب راغب وتصيفطني بيديا؟ الله يسهل ما جات شي. كتعرف اللي بنتي السعدية ما عندها شي ما باش تهضر معاها في التفاصيل. الله يرحمها مسكينة. زيد مهني واحد شوية الله يجازيك بخير. واخا الحاج نزيد المهلك شوية. هاوينا جيب واحد البراد جيلتين. لا 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 ما كاين لاش، يوم الله طويلة مرة أخرى إن شاء الله. مرحبا.
سيدي السلام عليكم. زرتنا بركة. الله يبارك. زرتنا بركة. بارك الله فيك سيدي. السلام عليكم. هاوينا جمع معايا راسك وشمشم ليا الشبان بايل عليه بايله بلعبه كبيره وما بغى حد يسرق لي الخبا هذا وكان وهلا عليك البل غنشمشم وغنجيب لك الخبيه باقا سخونه بس عندك سخون بل عندك سخون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أجري وتوصلوا بالقدام أعمل أكثر عيالك بسم تما شوف توصلوا بالقدام وأنا غادي نبقى هنا في السلم تفعل ما أمنتي أقلت عليها الدرق بما يمتحها أجري يا أمي يلا شد شد برجلي أنا حاكم له رجليه بربعة زير زير وشدك الراجل لطيف يا لطيف يا لطيف واش انتم مجزرة ولا دجاج فين كانوا عينيكم فين كانوا واش هذا بالخوخة الخوخة تهرسات ما ترفد بيلا الحاج غادي نصيفط لك معلم ما كاينش خوه في فاس صنايعي ورقايقي تخ الله عليك دقيقي مع راسك ها تقولي الباب عمرها ما تحركت من محلها غنشوف هنا الحاج كيف جيتك ولكن زيدني واحد الساعه اخرى واجي تشوف غادي نصلح لك الباب كيف يحب خاطرك ولكن الحاج بالي هذوك الدرابز تكرفست عليهم الشمس ولا ما تشتا هاكاك وتعرف تصوم الله ودي الحاجة دي صنعتي هناك الله غدا إن شاء الله الرحمن الرحيم صرت لك متعلم ديالي عويشة 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 بسم الله الرحمن الرحيم مني تصلتي وما زال عندك الوجه توريني يلا زل من طريقي ياك عويشتي ياك عمك عويشة ما زدتي خلفه وخليتيني واقف بقيت كنسوى عندك والو ياك كنتي كتسوى عندي ملي كنت كنصاحبك راجل عندك كلمه وحده ووجه واحد ودابا ودابا كيف هاد الربيب اللي نبت لي في جدر ضفري ما عرفت نقطعو بالمقص ولا نتشوم سناني ايوا دابا خليني نمشي نخدم على راسي الله يرحم باك عويشه ليلي مات كالغيوه ديالي انا نخدم عليك انتي تاعي شحال هادي كانت كتذوبني هاد الهضره انا بعد غيوه ديالي كندوب كوكتي بصح كدوب زعما توعدني بالخطبه وتمشي تغيب عليا بالشهوره اليوم يبان غدا يبان اليوم يبان غباني القش عويشة غباني القش انا زعما قلت مع راسي قبل ما نجي نخطبك نجمع فليسات باش نجي ونديك بالهز والدز ها ماشي داكشي سكوتي لا ما لا شان انا بعدا ما نبغيهاش ليك شتي شتي أقول الله يحسن العوان قولي الله يحسن العوان شي النية ديالي كي ديها والنية ديالك كي ديها وزيدون جدودنا الأولين قالوا النية وقلت النية ما كيتلاقاوش وكيفاش بغيتيني أنا نعرف وكيفاش بغيتيني أنا نعرف سولي فيا قلبي عليا شمشمي عليا فين كاين ما عليناش دا قولي مازال خدامة عند حاج متطل إيه مازال
مرسي. زيدي قدامي، زيدي قدامي. علاش يا امي ديرني تفاحه بجيبك فيما مشيتي كلني اسمع الطباخات طياب الخليع ما تيبغيش الغنى كل وحده ديها في طنجرتها ويلي هذا دهنيه هنا ديما تنخدموا تنغنيو ماشي المره الاولى هادي اللي جديد عليا وعليكم هاد المره هو خصنا نوجدوا 100 خابيه ديال الخليع 100 خابيه ديال الخليع ايه كيف تتسمعوا هو جمعوا ريوسكم راه الحاج عطى الكلمه لواحد الصبليوني باش يوجد لي سلعته من هنا للموسم ديال مولاي دريج الجاي الحاج عنده بيعه وشرية مع تاج الصبليوني ايه الصبليوني مالك جاتك عجب لا لا احنا ما نبغيو ليه غير الخير وهني عليك الحاج الله يقوي ويزيد قولي القضيه هكا في البيع والشراء مع الصبليوني وعلى ظهري انا خليه يزند العافيه على قدرو ويخلع التيره اللي عطيتو وملي غادي يقصدني باش نكمل ليه السلعه اللي خصاتو ديك الساعه غادي نوقف ليه في الخرجوطه خاف معلم ما خاف انا ما يطلع ما يهبط حتى يقبل تناسبني معاه خذ زيدني تاي نشوف راسي في العمارية أنا والسعدية أنا مريض الله أشعر بتمنى العاش بالفرحات والسعدات علي إلى تناسب معك أيو لأن العروسة السعدية في العمارية كتسناك ارجع لأمك سولتك على العين والعين اللي فيها مهنة أش من حيلة باش تفرفر عند الحاجب شكي عليه هو ما عرفتي هاج تنجتني هاد الحجه واعر عاودها لي كلمه بكلمه كيف ما سمعتيها من فم المعلم ديالك سولتك على العين والعين اللي فيها مهنة اش من حيله باش تفرفر عند الحاجب وتشكي عليه هو صافي لقيتها هاك ها جوابها الحاج هالحاج اش كاين اجي تشوف هاد المتعلم شنو دار للدرابز خرج عليهم رد حالتهم حالة هادي الخدمه ديال الدراري الصغار اسمع ولدي باش كتسمعني قول المعلم ديالك يجي دابا الله يخليك دابا دابا يجي تكلفه بنتي الله يرضي عليك رانا مشغول اتمشي دابا عند المعلم ديالك سليمان ياك هي هادي سميتو وصلوا الهضره اللي سمعتيها من عند الحاج اجي ما قلتيش لي شنو سميتك سميتي عزمان ياك ما تقلقتي مني درت فيك دوره شيطانيه ولكن سمح لي انت اللي قلتي لي فكي الحجايه وهذا هو جوابها واش هاد الشرجم باقي ما بغاش يكمل قالك غير نهار وتكمل الشرايين
بعيني. شنو ظهر لك؟ بغيت عربو نشوفو بعيني. شفتك نقشت في روحي صورتك قدك العربون اللي نسيتك. أنت قدامي صورتك مرسومة في خيالي. أنا خيال نزل فوق عودو لك حد سلاحو فوقها من وحالتها. فلوسك هما هادو عاود أسيدي يحسبو معافك. بالربح الله يسهل الأمور. هاي وي أخ وي 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 واش انت عينك فيا ولا مال امطي عليا السوق الباهي ماشي بحال بحال كل واحد كيبيع باش بغاو فين بغاو نسيت انا الراجل غير على قد الحال اش قد بايمي مع بايمك منين انت راجل على قد الحال شوف شي سوق اخر اللي فيه الناس على قرانك. السوق ما ديال حد نبيع فين بغيت وباش بغيت. ناهي قداش قالها سمعتوها اش قال ياك سمعتوها اش قال جبت على راسو البلا عاود اش قلتي ها شفتي على راسك البلا ها واش على راسك البلا شفتي على راسك البلا. بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا صدق الله العظيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته امين ولا هما الا فرجته امين. اللهم ان كانت محسنه فزيد في حسناتها امين وان كانت مسيئه فتجاوز عن سيئاتها امين. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه امين عذاب النار. اللهم تجاوز عن سيئاتها امين. سبحان ربك رب العزه في العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حتى نيتين تيتمت من بونا مازال صغير ما كنعقلش عليه ومي ماتت وانا عندي 7 سنين تكفلت بيا خالتي حتى كبرت. عرفتي علاش حسيت بك وحسيت بيا من النظره الاولى؟ علاش؟ حيت خلقينا باش نكملوا بعضياتنا متوالمين كنشبهوا بعضياتنا. عرفتي يا سليمان دايما كنشوف في المنام واحد الفارس على عودو بيد كيحني عليا وكيمد ليا يدو وكيجبدني من وسط الفاع كنحس به طاير طاير بيا ما بين السما والارض. هاك المنديل ديالك بقى عندي. هذا اكثر من منديل هذا الطرف من السجاده علاش كان الله يرحمه كيحط جبهتو في الصلاه محتفظ بيه باش نشم فيه ريحته وكنت برك به. هاك خلي معك هذا العربون تاني مولاه راه في دار الحق وانا بغيت نقسم معك بركته كيف ما قسمت مع قلبي. خذ هاد السيارة رطب. لا 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 كل بصحتك انا في الراس اللي كيجيني فيه رطب هو المخ اللسان كيجيني شويه قاصح. لا هو كاين الراس اللي تيكون قاصح ولكن اللسان ديالو تيكون رطب وهذا رطب. كل كل لا 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 بصحه كل انت
ياك ما جيتي باش تاخذ اللي بقى لك في السلف باش تكمل الهمزه الصبريني اللي ضرب بوحدك في السكوات. ومنين جاك هذا الخبر؟ واش انا خدام تنعطيك في رزقي وانت خدام تفصل وكتقرض كيف بغيتي وبغيتي نبقى ناس على ودنيا؟ ها اجر لي نزيدو ولا حدنا نوقفو هنا؟ كيفاش دابا جيتي حتى اخر دقيقه وتي تشفف ليا ياك ودابا فاش عينيك فاش بغيتي نهضرو بصراحه؟ جوجني بنتك ولا بغيتي نعطيك؟ اسمع طبوخ اسمع مزيان عندك تغلط وتقول مع راسك تقلتيني بالدين ودرتيني في كرشك وتبدا توجه هكذا في الهضره. السعديه بنت حاج المفضل ما كتطلبش الزواج بهذه الطريقه هذه ولا تنزل لي السيف على رقبتي. السعديه بنت حاج المفضل اللي كيبغاها كيقصد دار باباها ولا كان عنده الزهر وكانت مكتبه له كيدير يدو في دباها ويقرا الفاتحه. قداش قلتيها؟ نهار كبير هذا. جلس 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 انا مزوق ليك في الله جلس انا مزوق فيك مزوق في الشرفه جلس شوف انا وبهيمي ديالك عوينه عوينه هذا نظر شوف الحاجه اللي خصت الحج اعطيها ليه وهزل ليه من المزيان يا اللي ما تعاودش ياك اسد الحاج دابا راضي عليا ياك يا انت نجي نعمل سيدي للدار وندير يديه في يديك ونقراو الفاتحه كبا ياك لاباس لا لا والو والو ابا مالك عمري ما تمنيت نموت وهذه المره هذه كنطلب الله يفرج عليا قبل ما نطق بالرصاص وتسمعيه مني اعوذ بالله يا با انا مزوجه قولي شنو طاري طبوخ طبوخ خرج من الجوع مالو ما بغاش يكمل لك السلعه صافي الله يعاونو المهم ما تفقش راسك الله اكبر الله اكبر هذه هم مده هو مسلطاني راسي عليك وانا شادو على قد عقلو وكان داري معاه لربما يقطع منك الياس ما خليت ما نعمل باش نتهرب منه مرة كنقول له راه البنت ما عينيها في زواج، مرة كنقول له خليني نتكلم مع البنت ومن بعد نرد عليك الخبار ولا بغى يفهم راسه. وهاد الأيام هادي ولا كيتعامل معايا بشي شكل. السيد حمر فيا عيني بحال شي غول. وداك الشيء اللي كان كيعني به قالوا لي في وجهي بلا حشمة بلا حياة. كنت غنهز يدي ونزل عليه بالتصرفيقة ولكن يدي بردات عليا ما عرفتش علاش. كون غير صرف قسو اللي بغى يوقع يوقع انا ما بياش الدين اللي متقني بيه نبيع اللي قدامي واللي مورايا ونخلصو اللي كيهمني هو انت شكون هو هادو الناس اللي غيخلي هاد الطبوخ يقرب لك ويسول فيك ولا يدور حتى من جهتك شكون بلا ما تفقس راسك با قول لي شنو درتي معاه في التالي قلت له يخلي لي واحد 6 شهور قبل الموسم ومن بعد يجي خطبك اللي درتي عبا هي اللي كاين سعدية اسمعني مزيان راه ما يكون غير الخير يا بنتي ما يكون غير الخير سيدي ترتاحي صباح على خير يا بنتي صباح على خير ربا
شنو زعما الضيف ما عندوش الحق يهضر ولا هضر يتسد الباب على الفم؟ شكون غادي يكون قاعد طبخ في ملك الله؟ شكون مشوشي واعر حاسب راسو؟ سليمان خاصني نمشي في حالي. سادية الله يخليك، اللي بغيت نطلب منك هو تزولي طبخ من بالك. ياك الحاج اتفق معاه باللي في الموسم يجي يخطبك. ايوا في الموسم الميعاد ديالو معايا انا. كيفاش سليمان ميعادك معاه في الموسم؟ شنو باغي دير؟ خير خير ان شاء الله، غير جات الوقيته فاش نسد الحانوت واحد شويه ونخوي فاس. تخوي فاس؟ شكون علاقه ما بين تخوي فاس وميعادك معاه في الموسم؟ ياك ما سليمان ناوي تسمح فيا. سادية انا ما عندي فلوس، ما عندي بهيم ما نعطيك، ولكن عندي ما هو اغلى من هادشي كله، عندي قلبي وروحي وعطيتهم ليك. خصك تعرف راه ما كاينش في الدنيا اللي يقدر يحيدك ليا وخطاب خصمه مع الارض. انا غادي نسافر للزويره نمشي نتسوق العرار، ولكن قبل ما نمشي كي خصني نقضي شي حوايج انا عندي فاس. ما غاديش نقدر نشوفك واحد 3 شهور لاربعه. وعلاش؟ لان داك مسخوط الوالدين ديال طبخي لا مشى حتى شافنا غادي يدير الفتنه للحاج باش يتزوج بيك. ولكن 3 شهور ولا 4 شهور ماشي بزاف، غادي تدوز بحال غميت العين. نرجع ان شاء الله ويكون خير. ابن البيطار عالم النبات الفد، يعتبر من علماء العرب العباقرة، فقد وصف حوالي 1400 نباتا وصفا دقيقا، وألف كتابا يصف فيه جميع الأمراض التي تصيب أعضاء في جسم الإنسان والعقاقير النباتية التي تشفي كل مرض منها. فيتحول الإنسان من حالة الوهن والضعف إلى حالة القوة والصحة والصلابة. وظل هذا الكتاب مرجعا لأطباء العالم لأكثر من 300 سنة. اللي بغيت لك تفني لقاء أخوي رشيد هناك الله أرسل دبل درس الأدوية والأغذية، شرح أكثر من 2000 علاج لمختلف الأمراض بواسطة النباتات. فأحدث كتابه هذا ضجة في أوروبا في القرن 13 الميلادي، وترجم للفرنسية والإنجليزية والألمانية. هاك نسخة واحدة اللي كاينة منه في مكتبات القرويين، رد بالك ها هي عندك. خير كبير عملتي فيها اخويا الرشيد، عمرني نسالك. انا بغيت نعرف غير علاش بقيتي ناعس هذه مده ودابا ناط فيك الحراقيه. ايوا طيح بحال الغرام وانت تعرف علاش. على ما تيبان لي دقتك واعره وصعيبه. Oh!
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اش بالك بابا؟ اش بينك وبين شي مشا ومشا؟ مشا للجار حريفي ورقيقي. خلي المشا ومشا للدباغة والدراجة ونسى نتفرج من بعيد. ما نقدرش. كي خصني نتعلمو بالزربة. ألا مال هاد المشا ومشا هادي خاصة غير بصحاب الجد؟ لا. المشا ومشا عمرها ما كانت صحاب الجد. المشا ومشا هي العقل والخفة. الله يرحمك يا المعلم عليها كلمة. المشاوشة هي تشوش على بنادم وتقلقه وتغفلو وتجرب عليه وتطيحه في الأرض. فين جا هاد المعلم؟ السلام عليكم المعلم. شكون انت؟ غريب وبراني، جيت قصدك والمقصود الله. قل ارتاحيتي شويه. الله يرحم الوالدين. ياك ما حتى انت كتعشق الحمام بحالي. كيعشق الحمام غير اللي قلبو بيض. زيد. قول لي فاش قصتيني ان شاء الله؟ جيت قصدك المعلم على قبل المشوشة. عاود اش قلتي؟ مشوشة؟ محن راسك وضرب الطريق طويلة باش جيت تسمعني هاد الكلمة. وعلاش خصتيني أنا بالذات؟ شنو بغيتي مني؟ بغيت منك كل شيء المعلم. بغيت البركة ديالك، بغيت ندرب على يديك. أنوض على سلامتك. وقيلا راك خطيتي الطريق. رد قلبك على شي حد آخر. معلم شيخ المشوشة يستحيل الواحد يغلط فيه. أمولاي اللي غنطولوه نقصروه. حس المشاوشة ساليت منه زمان. دو تقلب لك على شي حد آخر. يا صافي زعما ما عندي صار. ما كرهت ليكش. كون قصتيني على شي حاجة أخرى قضيها لك على راسي وعينيا. أما المشاوشة ما المشاوشة مالها؟ مشاوشة أنت مولاها. التاريخ ديال المشاوشة كامل من فاس حتى لمراكش. عمرها ما عرفت شي مشاوشي واعر وبالصحة وبالجهد بحال اللي عطاك الله. اللي بحالك وخيه وخيه تكمل جلده. عظمو كيبقى صحيح وعقلو نقي وحاشا واش العيب يجي من جهته. انا جيت عندك بحد شوق وعزيمه والله بوحدو اللي مطالع بهم. جيتك وهز الرجا باش تشد بيدي حتى نولي مشاوشي. ولا اني مش طبه هادي واش ما كتفهمش؟ قلت لك بعد لي على المشاوشه ولا الله ينك. استنى بلادي، واش حسابك غير اجي واللي مشاوشي؟
أنا من هاد الليل لهاد دير بيا اللي بغيتي. لعيب والعرض اللي سمعتي مني كلمة أح. أش أنا ما كلمت مشوشة؟ علاش معول؟ طرح ديال مشوشة في الموسم ديال مولاي إدريس. بيه فيه. المشوشة وفي الموسم. شكون هاد المزغوب اللي عينيك فيه؟ واحد العيش. شر الخلق. مراد هو إبليس من بسولة واحدة. سميتو طبوخ. طبوخ؟ كتعرفو؟ قول لي أنت أش بينك وبينو؟ هز أنت هذاك، هز هذاك. جيبوا لنا. حرك أنت. أراك هذاك أرى لك حل هذاك هذاك هذاك. جيب هذاك. أش أنت هز الألف، هز الألف، هز الألف من تلك الألف. باش تكون مشوشي خصك تعرف ترسي رجليك بحال شي وتد مغروس في الارض. هذه وحده. حاجه اخرى، مشوشي اللي قبلتك حدي منه، كون ديما رد منه البال. قلت ليك تعلم ترسي رجليك مزيان في الارض. يلا نوض قاعد وعاود. دابا ما عندي ما نقول، يلا هراك الحاجة أخرى. ارجع خذ. يلا هراك الحاجة أخرى. اسمعني صفر، سيرك تجري فوق الزليقو بلا ما تطيح. واخا المعلم. قلت لك بلا ما تطيح. يلا عاود. قلت لك سير جنيد بلا ما تطيح. دابا ما عندي ما نقول. عندك شي خبر على المعلم ديالك؟ هاد الساعة مازال. فوقاش مشى من فاس؟ وهادي مدة باش مشى. وفين كان قبل ما يسافر؟ كان في القرويين. القرويين؟ شنو كان كيدير فيها؟ كان كيقرا. كيفاش كيقرا؟ شحال ديال السؤالات. تعيلي باغي تليج في دار بحال مرة أخرى. كنتقلد بلا عهد. باش نصون روح المشوشة وباش نكون مشوشي كيف تحب في خاطرك. دابا ملي عطيتيني العهد غادي نقول لك على واحد السر. شتي هاد العين؟ طبوخ اللي عطبني فيها. ونزيدك، انا اللي علمته ودربته حتى ولا مشوشي. كيفاش وقع؟ عاود لي. هي شي مصيبة في عيني وعماني. صوت الوالدين هي قول لي ما فيها ثقة. اياك تثق في المشوشي كيف ما بغى يكون نوعو. دوزو للمعقول. دابا عندك ثلاثة السواري خصك تطيحهم. يلا جمع حوايجك غادي نسافروا. دابا يومين ما غتاكل ما غتشرب، غنمشيو للجنوب تما غادي نتلاقاو بالشريف، غادي تشاوش معاه وتتعلم حويجات جديده. يلا على بركه الله.
نوصيك على حاجة واحدة مهمة بزاف. الشريف مشى وشي كبير، ولكن معروف بالشريف الغشاش. كيفاش غشاش؟ ألا مشى وشي في الغش؟ معلوم، مشى وشي بحال المضاربة والمعبزة، عندها قانون، واللي كيربح بلا قانون كيتسمى غشاش. وشنو هو القانون؟ القانون ديال مشى وشي سهل. الأولى تهز حاجة في يديك وأنت كتشاوش. الثانية ما تخرجش على الجلدة. الثالثة مغزل حرام. شنو هو المغزل؟ نوض تكل على الله. جاك الطرح ديال مشاوشة مع الشريف. سال دابا باش كتسوني كيفاش جاني الطرح؟ كل حاجة وقتها. أنا بالعاني بقيت ساكت وخليت لك الوقت باش تفكر كيفاش خسرتي وعلاش. أنا اللي مبغاش يتفهم ليا هو كيفاش هز راسو في السما عاود شاف فيه وطيحني بالزربة. أنت في الوقت اللي كان خصك تجمعو بنص سهيتي وخليتيه يدير ما بغى. كيفاش سهيت؟ المشاوشي ديال المعقول عمرو ما كيديها في اللي كيتفرج، لأن إلا بدا هو كيتفرج كيخلي الوقت اللي مشاو شي لاخر باش يفكر. أنا كنت واقف معاه شديتو تحكمت فيه وقدرت معاه. هو اللي شدك وما خلاكش تتحرك، كتفك. عندك الحق، شدني وتحكم فيها. كلي ما بغيتش تفهمني أنا كيفاش تا دار لك المغزل. المغزل؟ مغزل. وكيف قلت لك المغزل حرام في القانون ديال المشاوشة. الشريف بالعاني هز يديه للجمهور باش يشجعوه ويدوخك انت بالصدع، وملي تبعتيه بعينيك غفلك وحط رجليه بجوج على رجليك دفعك وطحتي. ارتاح شوية، غدا بحول الله غادي يمشيو للبريجة. الضوي المشاوشي كيتسنى.
عمي واش انت وين تحشم شاي ياك؟ لاباس اولدي شنو درت؟ ياك اتفقنا شهر قبل من الموسم حتى كسب ما يحل الا انا اللي غادي نبيع عشر في هاد المدينه. ايه اتفقنا. ياك واش سميت اليوم؟ اليوم الجمعه ودا الاول بالشهر. واش سمعتي بسخوت الوالدين اش قال؟ اليوم الجمعه كلشي سد وانت بوحدك حال. انا بغيت نحل باش نترزق الله. علاه بغيتي تحسب عليا حتى النار الاخر بالشهر؟ سمعت عباد الله تيقلب عليا؟ واش عباد الله تيقلب عليا؟ واش بغى يحل نهار الجمعه باش يربح نهار؟ ايه بغى يحل نهار الجمعه باش يربح نهار باش يربح. اويلي اويلي انا نسخوت الوالدي. عوينا شد الحانوت شدوا الحانوت. اللهم لا هذا منك مالك بنتي ما عجبتينيش؟ لا والو دادا غير قنطانة شوية. ياك لاباس شنو اللي مقنطك؟ بقيت كنخمم بلي الموت ما بقالو والو. خرج على السلدة شاو 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 شي غادي نوصيك على حاجه وحده. ياك تثق في المشاوشي كيف ما كان نوع. سير الله يوفقك المعلم. غادي تحضر الموسم ياك؟ علاش غادي نحضر؟ مهمتي تسالات بقات مهمتك انت. ما تقولش هكا هكا المعلم. انت هو الخير والبركه. انا بلا بيك ما كنسوى والو في المشاوشه. اسمع سليمان، انا كنت غير وسيله. قلتي النهار فاش جيتي عندي للدار لاول مره وشتي جوج هاد الحمام، اش قلت لك؟ قلتي لي اللي كيعشق الحمام قلبه بيض وصافي. انت قلبك بيض وصافي، هذاك الشيء علاش عاونتك وتعلمتي دغيا. الله يهنيك، سلم على الحباب. لا اله الا الله وعباد الله وعباد الله ما تسمعوا هي كلام الخير. وبالمناسبة الموسم مولاي إدريس والباشا تيقول لكم اجيو تفرجوا في المشاوشة ونهار الخميس عاود نهار الجمعة بعد صلاة العصر ومشاوشي يا جداد غادي يجيو يتشاوشوا بيناتهم ويفرشوكم. ولا إله إلا الله والحاضر يبلغ الغيب. ولا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة خاضعة. إذا هزت الأرض رزا وبست الجبال بسا فكانت هباء مبتا وكنتم أزواجا ثلاثا وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. شنو أخبارك يا فريت؟ لاباس المعلم، توحشتك. حتى أنا توحشتك. قول لي حفظت لي يقولوا حيا ولا باقي حاصل فيها؟ تا نتا نطير فيها دابا تصور عين ميم. تبارك الله عليك، هاك كنبغيك يا شي والخدمه ساليتيها. نسى شحال هذا المعلم صباح تصفف الشراجم وحتى الضرابس. الحاج ما قالش لك شي خدمه نعاودو نزيدوها ولا شي حاجه في الدار؟ بعدا خليتي على خاطرو، ما قلقتي ما بسلتي. لا والو، عجبو الحال. الا كنت جمع من كيشي كيعطيني التطريبه. تفكرت حاجه اخرى، السعديه بنت الحاج مفضل كانت كتسول عليك بزاف. ان شاء الله حمارك لا نطويك انت وياها. اهلا اهلا مرحبا. بخير الله يبارك فيك. بخير. اش كتشوف انت؟ دخل خنجه. ايوا المعلم باغ دخل الدار الحاج مفضل وحدو ولا مع شي حد؟ لا بوحدو. واخا سير انت دابا الله يهنيك. واخا ياك ما رست بلا الحاج. لا 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 شي باش ما كاين، هذا غير وسخ الدنيا. لا لا ما تحشمش هاي، الا عرست انا خلص باباها. لا شديت هالفلوس. لا مولاي قلنا لك ما كاين مشكل، ما كاين مشكل. مرحبا مرحبا. ساعة مبروكة الحاجة هذي. نعم ساعة مبروكة، تفضل. ياك ما جا معك شي حد؟ على انا تبارك الله ما كديتكش. لا 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 غير قلت ربما يكونوا جاوا معك مولي الدار. هنيا شوفي شكون. السلام عليكم. عليكم السلام. ياك لاباس اولدي؟ جاي طالب ضيف الله من عند مولي الدار. اسيدي مرحبا بضيف الله. عين علم مول الدار. سيد الحاج. نعم. شي ناس بغاوك على برا. قول له انا جاي. اسمح لي نشوف شكون. غير خذ راحتك. الله يخليك. الله يخليك. ها هو جاي. اهلا سي سليمان. اهلا. ربي يخليك ربي يخليك سي الحاج. اش هادشي اش كاين؟ والو بس سي الحاج، غير بغيت ندخل الدار من الباب ديالها. واش يمكن لي؟ مرحبا مرحبا. دخل تفضل تفضل. هو اللي استغفرك الله العظيم. اش هادشي واقع؟ مالك هذا داياك لاباس؟ النجار عقلتي عليه؟ شكون داك الوليد الصغير اللي كان كيصبغ الدفف؟ لا الولد الكبير اللي جا في الاول. ماله؟ قال لك انا لا طالب ضيف الله. كيفاش هذا الدرا فين هو؟ فين هو هذا فين هو؟ ما دراش مني قلت صوابه سي الحاج. لو كان والدي يعلم مازالين على قيد الحياه لكون جبتهم وما يفتحوك في الموضوع. موضوع؟ اش من موضوع ولدي؟ تكلم تكلم بلا حرج. اللي هرب للزواج سي الحاج هرب للطاعة. والله سبحانه وتعالى كيقول في الكتاب ديالو العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياتها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. واللي كمل عليه الله سي الحاج ونوى يتزوج يقصد بنت الأصل ونفصل بنت الدار الكبيرة.
انقص على راسك وعلى الحاج الهضره وجايه من الاخر. بلاتي 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 اسيدي بلاتي. جلس ولدي جلس 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 مولاي جلس. صافي صافي اولدي شرح مزيان اشنو بغيتي تقول؟ سي الحاج انا جاي كنطلب يد الماسونه بنتك للزواج على كتاب الله وسنه رسوله. كيفاش؟ واش انت طايح على راسك ولا مال؟ اسيدي الله يخليك مولاي جلس للارض جلس. صافي صافي من الصباح انت كتشد في الهضره وين هزك نوفتك للسما زعما كاع ما سولتي هذاك مولاي الراس عندك علاش انا هنا؟ اخويا انا هاد السوق بعيد عليا انا جاي عند مول الدار. ايوا سيدي راك جيتي مؤخر ولقيتيني سبقتك. على انت جاي تخطب؟ العجب ما بيناش عليك قلت لي جالس قدام الحاج مكنزز ومعنزز ما في وجهكش حس الحشمه وجاي بوحدك علاه ما عندك والدين؟ وهني مسخوط الوالدين هذا واش عرفتي مع من كتكلم ولا لا؟ هذيك الهضره ديال شكون انت وشكون انا ما عندي ما ندير بها دابا. حنا دابا في المعقول طبخت مع يديك الله يخليك راك انت بداري والحرمه ديال داري عليك بافتخار راه عيب عليك هادشي هذا عيب عليك وبزاف. ولكن الحاج واش سمعتي هادشي يقول ولا لا؟ انت دابا سيدي حنا مازالين فيها الا كنتي قريتي الفاتحه مع الحاج الله يكمل بالخير ما كنتي شاي انا وياك على باب الله والكلمه كلمه الحاج على ريوسنا بجوج بالسيف بغينا ولا كرهنا. قول لي دابا فاش عينيك فاش عينيك قول لي فاش عينيك فيك دابا نعرف كتغلي من الداخل ما غاداش تصرت لك وغتقلب على المشاكل لانك زايغ بالمشاوشه ديالك. انا باش نبين الحاج بلي ناوي نتناس معاه ولي غادي يتناسب مع الرجال اللي قلبهم ما عمرش بالوسخ ديال الدنيا غادي نفضيو هذا الموضوع دابا. موسم قتلو 3 ايام والمشوشه باش انت زايغ هي اللي غادي تفصل بيناتنا هذيك الساعه الراجل فينا ولا يحط يدو في يد السي الحاج. واخا كي جاتك هادي مزيانه ياك نسلكك ناك الله يا المزغوبه اش بينك وبين شي مشوشه اش يا طبخ ما كاينش اللي يدير معاك بحال هادي. سي الحاج سمح لي بزاف سمح لي بزاف على الدخله الله يجيبنا في الصواب. حتى انا غادي شنو نبقى تندير هنا؟ ما عندكش علاش تخافي هادي غما وغادا تدوز. ايه سليمان عندي لك واحد الطليبه. انت ما تطلبيش انت امري وانا ننفذ. بغيت نحضر للمشاوشه. انت حماقيتي؟ اي يا سيدي انا حماقيت. المشاوشه راك حضروا لها غير الرجال. عارفه ونجي لابسه جلابه الحاج ولا كنت عندك عزيزه وغاليه عطيني جلابتك عطيني جلابتك يا سليمان ياك عفاك. بان بور فابور قال لك عطيه شي طرف ديال الخبز قول له راه هو في الطبق يستاهي هاد خي جاي طعنا ولا كيفاش؟ عجب عمره ما دار هادشي عند شي حد والله يخرج طرح بسلام.
هادشي لذيذ مزيان بزاف. شكرا شكرا الحمد لله. صحة صحة. يا السعدية قالت لي سعدة جيبك وسليمان. سليمان المعلم بقيت خاضي مشات الهضره وجات بيناتو واحد الوقيته كيبان لي سليمان وقف على ركابه وقلع جلابيتو وبقيت حاضي 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 يا المعلم واحد الوقيته كيبان لي سليمان تبدل وبحال شدات وقف قاضه المزغوم تبى تضرب وتخفيف ابو الدف. مال هذا هذاك المعلم هو باش مسحات لي السعديه. جبهتو اخ يا وملي كانت نايضه طاح ليها. وينا كتعرف الفلفله السودانيه؟ حق المعرفه بحالي بحال كاع عباد الله. عندك سيدي الفلفله السودانيه مزاود والفلفله السودانيه قطاس والفلفله السودانيه مطحونه غبره. يرضي على امك. هاديك الفلفله السودانيه غبره بغيتها دردرها في هذا ومرمدها فيه مزيان حتى يولي حر. كاين حر جات كلمه. غير بغيت نخرج وراكي عارفه اليوم الدنيا عامره ولبست جلابه باش ما يعرفني حد. وانت اتمنى هاد الجلابه ما عمرني شتها هنا. هذا جلابه شي حد. واش غادي تهضري مع وطا ولا لا؟ شوف هذا هادي جلابه سليمان وانا بغيت نمشي لمولاي يدرس نحضر المشاوشه ديالو مع الطبخ. ويلي سخفيت الله العظيم واش حماقيتي؟ يا دادا حماقيت. شوف هذا عفاك ما يسق حتى حد الخبار خليها بيني وبينك. صافي دادا
السادية كنانة. كيفاش؟ عاود اش قلتي؟ قلت لك السادية؟ هنا فين؟ شفتي فين كاز الدباغ؟ وراه كاين واحد البعوج. حدا داك البعوج كاين واحد السيد لابس جلابة. حاسك هذاك السيد راه هي السادية. كيفاش زعما؟ جاي من السخفية. والجلابة هي اللي حيب النهار اللي طاح ليهم المنديل. مزيان. شوف غادي تمشي لحدها وحديها وانا غادي نفرجها فيه. اهدي معايا راسك. هي اللي بدها تعاود البال. يلا وصلوا الله يعاون. راحنا من الموسم باش يقولنا متفقين. صافي زوي فهمنا فهمنا. صافي زوي. خل فوق السلة. يلا. الناس راه جايه تفرج يا غالب يا مغلوب. شايل لها ابو ادريس. شاو شو ما تسلم عليا ما نسلم عليك. <تصفيق>
تمشاو شي زعما تقلبوا الجلده وانت الله يخليك صح عليا داك الوجه راشي صف 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 انا خذ خذ صح هذا صح 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 منين جاك المنديل يا ودي مسح ولدي من بعد يلا 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 تمشاو نشوف والدي وكي درتي حتى طحت عليك هذه الفكره غادي عليا المعلم انا عيطت للميديا نسيتي زيد المعلم زيد 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 فين كاينه عتقني وياه عتقني العينه موجوده موجوده ديالك بوحدك ها غادي عليا المعلم دابا والله الا هي بسخوت الوالدين دابا عاد عرف بلي وليتي كتفهمني يرضي على امك قربي عندي يا السعديه سعدي بيك سعدي بيك قربي عندي سعدتي بيك شكون شكون انت مات هنشوف شوف 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 شنو دارت ليا شي سودات ليا كل اللي داعي زركاتو ليا بالعضان هاجي هاديك اهلا بعزري الدوار طبخ نعم عوينا الطبخ وليا واش مليك سرقتي هاد خي الخليقه هادي ما شافك عند لا والو قلت لك واش مني سرقتي هاد الخليقه واش ما شافك عند دقول 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 المعلم عين ما شافت قلب موجع كتعجبني كتعجبني ويرجع لامك
مالك خفتي؟ تخذت لك الفهمه وهذا حوايج رجال باش نافينك بالحق يا حبيبه ملي غادي نسد عليك غادي تشوف اش غادي يجرى فيك علاش هادشي كله حشوم على راجل بهاد القلده تكرفس على وليا تكرفس على وليا مازال ما شتي والو يا الكلبه حشوم عليك تعشق تعشق حشوم عليك حشوم عليك تعشق وانت اش تسنى هز عليا هاد الكلبه ديال 6000 شي خربه عرفتي اش دير 6000 هاد المحل ديال الملحه فين هي البنت فين مشات هاد البنت هادي فين مشات يا سيدي ربي فينك السعديه فينك فينك بنتي فين هي بنتي قولي فين هي بنتي فين هي فين هي السعديه قولي فين هي السعديه راه بعقلها راه ما تكون ان شاء الله هي بخير وعلى خير كيفاش بخير وعلى خير مالها باكا ما دخلتش علاش علاش فين هي قولي فين هي انا نخسر لا 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 المعلم ما يمكنش طبخ جديد يخسر وينا هذيك ديال مناري هذيك ديالك المعلم ديالك بوحدك ارضي على امك شد خوي قول لي هاوينا كاين شي اختها ولا شي كاين المعلم دابا شي هادي هي الاختها ديالي لا ديالي عاود شنو كتقول؟ قلت لك الشريف راه طبخ المشاوشي اخت في السعديه بنت الحاج المفضل شكون الحاج المفضل؟ مول الخليع الحاج المفضل مول الخليع ايه وداها للبرج وتما شط عليها فخزي لي ملحه انا سبعتهم وتخبعت وني ما بقى ليهم لا حس ولا نظر هزيت العود وجيت كنجري خليه يدخل خليه يدخل زين تمام اش كدير معلم مالك ياك لاباس طبوخ طبوخت في السعديه اش كتقول اش كتقول ملي خرجنا من ادريس زدنا من الشاطين تما جات واحد الكروسه مغطيه خطفاتها ودخلتها لداخل انا تبعتهم وتخبعت لهم حدا الروايد فينا مودرة راهم مخزنين من الحنة في البرج سير طير بالزربة خبر الحاج سير أنا أصبخكم الله يا ربي لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف يا حاج أنا غادي نقول لك ما عندك مناش تخاف سعدي لا عثمان اش كدير هنا سعدية مال سعدية مالها مالها هاوي هاوي
شوف 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 اعوذ بالله على خشاش داهيه والله الا داهيه كيعلف البهيم بالملح باش تنفخ وتبان غليظه بحال خرجوا رجليك طوالو ها جيتي بوحدك حتى البينيديا وليني راك حرامي ما تعجبش اسمع داك الطبوخ غادي تزول من الباب وتخليني نمشي فحالنا ولا راه ما يعجبك حال كيفاش عاود عاود اش قلتي وليني انت راه معك سليمان 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 عاود اش قلتي شوف اليوم غادي نطحنكم بجوج هنا سمعتيني سيدي قدامي سيدي سيدي خرج الطبوخ احسن لك راك مطوق بلا ما نهجموا عليك مش غادي نطلب منك رسمياً لالة السعدية للزواج ما عندي ما نقول انت رجل ديال الكلمة وديال الدراع وكان عارف غادي تهلا فيها الله يكمل عليكم بخير الله يخليك يا سي الحاج لا هاك عاودك راه علي جينا انا والحاج اذا على هاد العود غادي ترجعوا بشوش لا 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 لا, لا. انت ومراتك خاص ترجعوا على هاد العود سليمان الله يخليك الله يحمي والديك بغيت نقول لك واحد جوج كلمات قبل ما تمشي شوف اسي سليمان بغيت نقول لك واحد جوج كلمات انا اللي حليت عيني في هاد الدنيا وانا مع طبوخ حياتي يا طبوخ قوتي يا طبوخ رزقي هو طبوخ دابا طبوخ ما بقاش صيفطتيه للحبس واش انا مابقيتش فيك مابقيتش فيك نبقى بوحدي انا ما فهمت والو وضح كلامك انا نفهمك اسي سليمان انا نفهمك دابا انت كنتي هو السبب باش طبوخ يمشي للحبس ها وانا بغيت نوصل لطبوخ وبغيتك تكون انت هو السبب واش عندك شي عقل ولا لا سير سير الله يعرض عرضك سير شوف شوف اسي سليمان شوف اسي سليمان انا ما بغيتش نوصل عليه بوحدي من راسي بغيتك كي كنتي السبب هو يمشي للحبس تكون السبب توصلني عليه شو الله يحمي والدين الله يحمي والدين سي الله يحمي والدين سي سليمان الله يحمي والدين شو كدير لي في القضيه هكا 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 بعدا واحد 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 الهديه تستاهلها تستاهلها الركبه ديال الركبه ديال كنت باش نلعب جوج ما تقولهاش يا سليمان عمك عمك يا سليمان عمك عمك يا سليمان خليني نجلس